أحبتي المشاهدين، ننتقل مباشرة إلى محافظة بغداد مع مراسل قناة العراقية الزميل أركان الجابري. أهلا بك أركان، وعظم الله لك الأجر في هذه الأيام المباركة. نشاهد ازدياد أعداد الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة، يعني من بغداد إلى كربلاء المقدسة. حدثنا عن آلية وطبيعة الخدمات سواء الصحية أو الأمنية المقدمة للزائرين أركان. نعم، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن الآن في منطقة الدورة، في المكان المسمى بمفرق الدورة. هذا المكان الذي يجمع كل المحافظات الشمالية الشرقية وكذلك المحافظات الشمالية الغربية وكذلك المناطق القريبة من بغداد. كل هؤلاء الزائرين اليوم اجتمعوا في نقطة واحدة، ألا هي هذا المكان، هو مفرق الدورة، يشكل موجة بشرية هائلة باتجاه صوب كربلاء المقدسة. اليوم إذا ما تكلمنا أيضا عن المواكب الحسينية المنتشرة في هذه المنطقة تحديدا، فقد تنوعت من مأكولات ساخنة وأيضا من مشروبات ساخنة وباردة وكل ما لذ وطاب للزائرين الكرام. خلينا نتجول شوية ونشوف هذه المواكب. زميلي نمير، ممكن تجي وياي هنا حتى نشوف هذه المواكب وما تقدم من خدمات للزائرين الكرام. إذا ما أجينا هنا، السلام عليكم. السلام عليكم، عظم الله أجورنا. ما أعرف شنو اللي ممكن اليوم تقدمونه للزائرين. السلام عليكم. السلام أغاتلة وسهلا. شنو ممكن اليوم تقدمون للزائرين؟ نقدم أحسن خدمة للزوار أبو عبد الله الحسين عليه السلام، بالموكب أم البنين عليه السلام، بالتجهيزات، الكباب والقاص عندنا والهمبرجر وانواع المأكولات والشرابات، كلها لخدام زوار ابو عبد الله الحسين عليه السلام. احكي لنا عن التحضيرات، من يمتى تحضرتوا لهذا اليوم؟ من يمتى تحضرتوا؟ حضرنا قبل 15 يوم. حضرنا كل المأكولات، كل الاشياء جهزناها الى الزوار ابو عبد الله الحسين عليهم. ان شاء الله كل سنه ان نكون كنا بخير والعراق بخير ان شاء الله، امه محمد وشيعه امير المؤمنين وساده امير المؤمنين كلها ان شاء الله بالخير والصحه والعافيه. بارك الله فيك. ايضا نكمل جولتنا، ممكن نسوي لنا طريق حتى نفوت. ايضا نشوف المأكولات هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاك الله ويجوركم ان شاء الله. شنو التحضيرات اللي حضرتوها لهذا اليوم؟ هاي احنا 10 ايام على هالوضعيه ومستمره، يعني صار 10 ايام لا ليل ولا نهار، يعني بفضل محمد وآل محمد، وهاي البشريه كلها متطوعه بسبيل الله ورسوله. هاي الانسان، اي انسان هسه تساله تقول له منو الدازه؟ من الموالي هذا السؤال اللي اسالك اياه. اي من الدازك؟ يقول له انت باوع للكبار للصغار لهذا. شوف الاجهزه الامنيه، شوف الخدمات، الدوله والعالم والبشريه ما تعرف من اللي مشغلها. وزاره الداخليه وضعت خطه امنيه محكمه، شنو رايك بهذه الخطه؟ احنا نشكر كل الجهود من كل القطاعات، الحشد باصنافه والقوات المسلحه باصنافها، الأمنية وغير الأمنية، وهاي شوف الشيب وشباب، وهذا طريق الأحرار، هذا طريق لا كلمة به ولا بتنافس. هذا الإنسان اللي يريد يكون مظلوما هذا المظلوم. انظر للمظلوم القبض مالته وين والظالم وينه. هاي مسيرة المظلوم وهاي آخرته. الخدمة مالتكم يمتى تنتهي؟ احنا ما تنتهي، ما تنتهي، بس احنا الاخر زائر والخدمه مستمره. يعني حد يوم الاربعين قصدي؟ احنا لا، اليوم الاربعاء من تكف هاي الزوار والمشايه تقل المشايه نشيل الموكب مالنا. يعني اكو بعض العالم مثل تروح مشايه غيرها غيرها، بس احنا لا، هذا الموكب مالنا والكوادر الناس الخدمه اللي بيه مستمرين الاخر زائر. يلا ونشكر جهودكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاركينا بالاجر ان شاء الله. بارك الله بك. كاعلام كصحفيين
كلنا مشاركين بهذا اليوم. بارك الله بك. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. أهلا وسهلا. يعني أريد أعرف هاي الطاقة البشرية اليوم شنو إيمانها بالضبط؟ والله يا أستاذي هاي طاقة ربانية والحمد لله والشكر، وإن شاء الله أبو عبد الله يستاهل كل هاي الجهد والطاقة. أعرف يمكن بنتك عندها قصيدة؟ أي عندها قصيدة. تبكي رقية تريد حسين، زينب تقلها نجيبه منين، جابوا أبوها بس الراس، جابوا أبوها بس الراس، ماتت رقية برمشة عين، ماتت رقية برمشة عين ماجورين. ايضا مشاهدينا الكرام نتابع التحضيرات من قبل المواكب الحسينيه، هنا نشوف زميلي نمير، نشوف التحضيرات هنا ايضا في هذا الموكب تحديدا، يعني هنا نعم 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 اركان. ايضا لو تكلمنا عن القوات الامنيه هنا فقد كانت مستعده منذ الصباح الباكر او منذ يوم الانطلاق، اذا ما تكلمنا على وزاره الدفاع فقد امنت الطرق الخارجيه وكذلك وزاره الدفاع الذي امنت الطرق القريبه للزائرين، وكذلك الاستخبارات العراقيه الذي اكدت على ان تكون مباشره بالتعامل مع الزائرين الكرام، واذا ما تكلمنا ايضا عن الوزارات الاخرى فقد تعاونت وتكاتفت بكل قواها من اجل انجاح هذه الزياره، اذا ما تكلمنا ايضا عن وزاره الصحه فقد انتشرت المفارز الطبيه في كل الأماكن المؤدية إلى كربلاء المقدسة. نعم شكرا أركان، سنعود لك مرة أخرى.